أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذه هي مادة تاريخ الأردن. في هذا الفيديو سنقوم بالتعرف على أهم المحاور التي سنقوم بدراستها خلال هذا العام. بداية نريد أن نقول أن هذا الفيديو سيمر بأبرز ما مر به الأردن من أحداث تاريخية، ما قام على أرضه من حضارات، وما تعاقب عليه من دول وممالك منذ العصر الحجري قديماً إلى العصر الحديث، وما طرأ عليه من تطور ونهضة في كافة المجالات، وما كان للهاشميين من دور محوري في تاريخ الأردن وإحداث نقلة نوعية في مسيرته الإنسانية والحضارية والتنموية، وذلك بهدف إثراء ثقافتنا عن وطننا العزيز بما يعزز انتماءنا لوطننا وولاءنا لقيادتنا الهاشمية. لاحظ معي عزيزي الطالب، نريد بداية أن نقول أننا نركز على توظيف المهارات والمعارف التي سنتعلمها في أهم أمر من الأمور، وهو الولاء والهوية، تنمية في مهارة التفكير، وأيضاً التفكير بالمشكلات وكيف نفكر بطريقة ناقدة وما إلى ذلك. الكتاب جاء في 7 وحدات. الوحدة الأولى تتحدث عن الأردن في العصور القدمة. دعونا نرى. تناولت الوحدة الأولى تاريخ الأردن في أثناء العصور الحجرية القديمة وأهم الممالك والحضارات التي قامت على أرضه، وكما تلاحظون من العناوين التي سنقوم بدراستها: الأردن في العصور الحجرية، الممالك العربية القديمة في الأردن، الفترة اليونانية والرومانية في الأردن. هذه هي الوحدة الأولى. سنقوم أثناءها بالتطرق إلى رموز الخارطة وكل رمز إلى ماذا يعني. كما تلاحظون هنا الكثير من المواقع التاريخية والمواقع الأثرية والقلاع والمواقع الدينية، سنقوم بالتعرف على مراحل إنشائها وبنائها ومن الذي قام ببنائها. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى الوحدة الثانية. تناولت تاريخ الأردن في فترة صدر الإسلام، العصر الراشدي والأموي. لاحظوا معي، أولاً الفصل الأول سيتحدث عن مكانة الأردن الدينية وانتشار الإسلام فيه، ثم سنتحدث عن الفتوحات الإسلامية في الأردن وموقف القبائل العربية منها، أيضاً الأردن في عهد الدولة الأموية. سيخوض كل فصل من هذه الفصول التفصيل لكل بند من هذه البنود. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى الوحدة الثالثة التي تتحدث عن الأردن منذ العصر العباسي حتى نهاية العصر المملوكي. لاحظوا معي العناوين
الأردن في عصر الخلافة العباسية. طريق الحج الشامي وأثره في الأردن. الأردن أثناء الحملات الفرنجية. الأردن في العصرين الأيوبي والمملوكي. الحياة العلمية والثقافية في الأردن عبر العصور الإسلامية. لاحظوا معي، بعد ذلك سننتقل إلى الوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة تتحدث عن الأردن في العهد العثماني. لاحظوا معي العناوين: الأردن في عهد الدولة العثمانية، وأيضاً الأردن وحركة النهضة العربية. كل فصل من هذه الفصول سيتناول التفاصيل في قيام الدولة العثمانية وكيف كانت الأردن في هذه الحقبة. من الجدير بالذكر أن هذه الوحدة هي بداية الفصل الثاني. بعد ذلك سننتقل إلى الوحدة الخامسة التي تناولت حدثاً مهماً في حياتنا كأردنيين، وهي الثورة العربية الكبرى من حيث أسبابها وأهدافها ومراحلها ومجرياتها ونتائجها ومشاركة الأردنيين فيها. لاحظوا معي العناوين التي سنناقشها خلال هذه الوحدة: الثورة العربية الكبرى، المؤتمرات الدولية على مشروع الدولة العربية، الأردن في ظل الحكم الفيصلي. الوحدة السادسة: إمارة شرق الأردن. سنتناول إمارة شرق الأردن من حيث التأسيس ونظام الحكم والإدارة. أيضاً لاحظوا معي العناوين: نشأة الإمارة الأردنية عام 21900 للميلاد، نظام الحكم والإدارة في عهد الإمارة، تطور الحياة السياسية والتشريعية في عهد الإمارة. الوحدة السابعة والأخيرة، نتحدث فيها عن الجوانب الحضارية في عهد الإمارة من حيث المجتمع الأردني وفئاته ومظاهر الحياة الاقتصادية والتطور العلمي والثقافي أيضاً. لاحظوا معي الحياة الاجتماعية، الحياة الاقتصادية، الحياة العلمية والثقافية. في هذا الفصل سنرى مراحل التطور التي مرت بها الأردن بعد استقلالها، وكيف تحسنت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذه السنة عزيزي الطالب. أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.